السلام عليكم متتبعي قناة أم حسام للأعمال المتنوعة، كديرين لاباس عليكم؟ شكرا كاع الناس الجداد اللي التحقوا بيا، شكرا للمجموعة ديال الأصدقاء اللي ساعدوني، كنشكركم بزاف. إن شاء الله في فيديو اليوم غادي ندير معكم هاد الوردة هادي بالراندة. هادي حصيرة خدمتها في الأول، وخدمت هاد الوريدات هادو هكايا تيجيو واقفين، وهاد الوريقات هادو كيجيو متكين هكا. بغيت غير باش ندير معكم الطريقة. انايا هذا ركبته باش غنوريكم كيفاش تخدموا، وغنوريكم هذا كيفاش نركبوه. قبل من كل شيء، بالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا الفيديو، ما تبخلوش عليا بالاشتراك ولي جيم لي لايك ولي كومونتير، واللي عندها شي تساؤل مرحبا بها وشكرا. المهم غادي نبدا على بركه الله. شنو غندير؟ كنجي انايا راني خدمت هنايا الدرهم، انا عندي هنا 24 غرزه هنايا في الراندة في الحصيره، جيت النص ديالها كنطلع وكننقز يعني غرزه واحده هنايا وكنضرب في الثانيه، وكندير هاد الدرهم التركي هكا صغير الوسط، كندير الدرهم التركي. من بعد عاد فاش كيمكن ليا نفصل عليه هذا الوريقات، كيمكن لكم ديروا اكثر، اللي عندها الحصيره كبيره كيمكن لك ديري حتى 10 ديال الوريقات هكا. انايا درت 8، جوج في الماغون وجوج في هاد هاد الوين هذا، بحال المهم في ديكرادي ديال الباج. غادي نبداو، غدا نجي هذا غدا نخدم به من بعد نوريكم الطريقه. كنجي هنايا كنحاول نمشي دوك 8 الغراز اللي عندي، دوك 8 الوريقات على هاد البلاصه هادي، ماشي بالضبط فين نضرب ولا، ولكن يكونوا قرابين لداك الدرهم باش ما تكونش بعيده، تبقى عندنا الخدمه قريبه. دابا غنحط هذا نخليه، دابا غادا نشد من هنايا بفنيت. كيمكن لكم ملي تتركبوا هاد الخيوط هادو عاد فاش ديروا المرمى، اللي بغى يخدم بالمرمى تتركبوا هاد الخيوط هادو، وقبل ما نخدموا في هاد الزواق هادي خصنا ديجا نصرحوا الرانده ديالنا اللي حنايا اللي غنخدموا فيها، لانه هذا هما من بعد غادي يتخدموا غادي يتبريسا، ولكن من ناحيه يعني من البدايه انه خصنا ضروري نصحوا الحصيره باش كتعاوننا في الخدمه. ومع العلم انا ما وقتها ما كنصلحهاش كتبقى لي الخدمه مسرحه ما ناكلش في الثوب. المهم غادي نبدا، كنجي كنشد من هنا بفنيت، اولا يمكن لكم ديروا المرمى، انا يعني كنولف نخدم هكايا ب نيشان على المخده ديال الخدمه، نتمنى الله تكون واضحه. كيف ما شفتوا هنا راه عندي غرزه، ها هي ها هي فين هي، غادا نخدم فيها جوج غرزات ديال الراندة، كندخل جوج غرزات بحال هكا، وكنعاود نرجع في دوك الجوج وكنزيد وحده في الجنب، ها هي ثانية، وها هي غنضرب هنا عاوتاني فيها، كنولي غادا ونزيد، ومن بعد غنولي غادا وكننقص بحال هكا ونرجع. بحال هكا غنستعمل 5 الغرزات في الصف باش نقدر نعاود نقص. صافي كندير هنايا باش كنكمل 5، كنعاود ثاني نضرب هنايا في جوج، نعاود نرجع انا غنعاود نكمل وحده اخرى، وفاش غادا نرجع ما غاداش نزيد. دابا انا زدت بالنسبه لي انا شويه الخيط هذا اول مره كنلقى هذا الخيط هكا، فيه الشعره رقاق وفيه 8، هو يعني بحال انا مني برمته عطاني 16 خيط رقيق. غنكمل ولا بقيت كنجرب باش نقص منه غادي يعذبني في العزيم، داكشي علاش انا درتو على 4 وما كبرتش الورقات بزاف على حساب الحصيره. الا كان الخيط على 3 كتخدموا 7 الغرزات عاد فاش كتبداو تنقصوا. دابا انا فاش جيت هنايا راه ما غاديش نقص، هاي غنخلي هذه وغادا نرجع عاوتاني
هكا وغنخلي حتى هادي بحال هكا. كنكمل كنجي الاخر كنضرب فيها جوج مرات، يعني كنضرب الغرزه الاولى وكنجي فوق منها في التاليه، وكنجي انا نكون شاده ديما الوسط، تنجي يعني خصي يكون هكا بحال الشكل ديال النجمه، وحدين مقابلين مع وحدين، وكنجي كنهبط هنا البلاصه فين غتجيني بالضبط، وكنعاود نطلع هنايا في الوسط باش نعاود نشدها، كنشدها من هنا من الوسط. وانا هاد الوريضات انا دايره مواقفين، يعني شاده غير من الوسط، ماشي فحال هادي متكيه هكايا باش تبان، هادو ديال الورده واقفين يعني خديتهم من الوسط، وهادي شديت من الوسط ومن هنا من الجناب بحال هكا، كنشد من الوسط وكنعقد، ومن غدا توقف كتولي دايره هكا. انا مازال لي هاد المغو غنخدمها معكم، حيت نقف هذا انايا. دابا غنخدم هادي شويه بشويه هكايا، ومن بعد غنوريكم كيف غتجي في الاخر، كتجي زوينه، شي حاجه زوينه بزاف وشي حاجه راقيه في نفس الوقت. كيمكن لكم ديروا حتى باكثر من جوج الالوان، انا مشيت على حساب الالوان اللي باغاه السيده. كيف ما كتشوفوا انا غنزيد الغرزه الثالثه كيف ما كتشوفوا، ودائما تحاولوا ترخيو الخدمه شويه باش ما تعذبكمش، يعني يكون الخدمه شويه مطلوقه باش تساعدكم في الخدمه. كنحاول نقادها بحال هكا وكنثبتها مزيان كيف ما كتشوفوا. انا راني كيف ما دايره ديك الورقه البيضاء، وغادا ندير الدرهم بالتركي
وهذاك راه تما الاغصان كيف ديروا اللي بغيتوا بالطرباطي، يا اما بالسليسيله يا اما بالشده باش ما بغيتوا. وغدا ندير حتى الوريقات، وكيف ما قلت قبل يعني الدرهم التركي غنديرو في ديك الدائره اللي هكايا مخوصه، وان شاء الله هنا غنخدم الجهه الاخرى ونصورها. المهم هذا الشيء اللي كاين، هذا هو فيديو اليوم، وشكرا.